لا لازم تستنى شويه على الاقل مثلا 6 7 ماتشات بحيث تعرف تقيم نفسك من ارض الواقع، تشوف انت واقف فين، وبعدين تشوف الفرق اللي حواليك كمان واقفه فين. صح. لان انت تقدر تقيس نفسك من الناس اللي هي في نفس التارجت او في نفس الميزانيه او في نفس الاهداف او فكره حتى نفس اسعار او القيمه التسويقيه للعيب، تقدر ساعتها تقيس نفسك. ساعتها انت ممكن تقول انا مثلا هغامر، يعني مثلا مولين في وقت من الاوقات وصل لنقطه معينه كريم، ابتدى بقى يلعب على المربع الذهبي وعمل شويه تدعيمات، وابتدى كمان بقى عنده افريقيا، فابتدى يزود سقف الطموحات، اختلف التعاقدات اختلفت، دي نقطه من النقاط المهمه. فانت انا مثلا لو انا مكان سيراميك كليوباترا ممكن استنى 5 6 ماتشات وابدا بعد، بالذات بعد المرحله الصعبه اللي هي لما لعبت الفرق الكبيره، ابدا اقيم نفسي بشكل جيد، اشوف انا ممكن اعمل انا عايز اقول لك ان ممكن بعد ماتشين باللي انا شفته من سيراميك كليوباترا ممكن فرقه بتبدا تلعب ومش فاتحه، يعني انت بعد الوقت ممكن البنك الاهلي مثلا ممكن يلعب المباراه الجايه مش فاتح خطوط قدام مثلا سيراميكا، دي نقطه من النقاط اللي بقت جديده على فرقه سيراميكا. طب هيعمل ايه مع الفرق اللي هتقفل الماتش قدامه يعني؟ طيب